لان لو كان حظ وحده وهو فاضي فنيا ما كانش استمر. انك تنتج عشان تبين نفسك دي ما اعرفش، انا مش ممكن انتج اني حاسه بموضوع ما. انا اسرتي كانت تتمنى ان ابقى ست بيت ومخلفه عيال وحاجات كده طبيعيه قوي قوي. انا دايما اللي بيشغلني اكتر قضايا المرأة. الحظ ده يعني بتاع ربنا، والفنان برضو مش حظ وحده، لان لو كان حظ وحده وهو فاضي فنيا ما كانش استمر. يعني ممكن يلمع شويه صغيرين وعين ينطفي تاني، انما لو في موهبه وربنا اداله شويه حظ، والحظ عشان الضوء يبقى ملقي عليه والناس تشوفه وتعرف موهبته. لو موجوده موهبه يبقى في استمراريه. وانا النجاح من وجهه نظري الاستمراريه، الواحد يقعد مشواره او نص مشواره او المهم يبقى في ناجح، ما بينزلش ما بيعملش، يعني يبقى محافظ ان عالي يبقى جميل، بس يبقى مشواره الى حد ما ناجح. فطبعا انا مؤمنه جدا بالحظ، والحظ مهم جدا بس مع الموهبه مش لوحده. علشان طبعا موضوعهم حلو جدا انتاجيا واخراجيا مع مخرجين جيدين. يعني قفص الحريم كان اخراج الاستاذ حسين كمال، ايام الرعب اخراج الاستاذ سعيد مرزوق، وطبعا دول مشهدهم مخرجين كبار وفنانين كويسين قوي قوي قوي. فلما الممثله بتشتغل مع مخرج جيد في قصه جيده اكيد ده بيفيد اكيد. يعني انا عن نفسي كفنانه انا ده بيرضيني فنيا وبيعجبني وبيسعدني جدا فنيا اني اعمل النوعيات دي. لو مسكناها من النواحي الماديه، يعني ما احنا لازم نتكلم في الشقين، يعني مش كل فنانه هيبقى عندها الامكانيات الفنيه انها تنتج لنفسها، فاهماني؟ المفروض ان لو في موهبه وفيها شيء والناس حاسه المفروض ده يتعمل، ان كل غالبيه ممثلاتنا اللي ثبت وجودهم ما انتجوش. يعني مش بالضروره ان لازم الممثله تنتج، وفي كتير قوي انتجوا ومع ذلك ما سابوش بصمه لان هم مش موهوبين. فهي مساله انك تنتج عشان تبين نفسك دي ما اعرفش، انا مش ممكن انتج اني حاسه بموضوع ما، لكن مش عشان اطلع امكانياتي اني بعرف ارقص او بعرف اضحك او بعرف اعمل لا. يعني انا مؤمنه ان لازم دي مهمه المنتجين والمخرجين ان هم يستغلوا المواهب الجيده. لا هو مش فشل، يعني انا ما فشلتش الحمد لله، وإلا لما عملت الفرقه كان الموضوع عجبني. انا اخذت الموضوع ده عن فيلم لعبه الست بتاع الفنانه الكبيره تحيه كاريوكا ونجيب الريحاني، موضوع عجبني فكنت عايزه اعمله. انا لما عملت في الوقت ده كنت الحمد لله نجمه مسرحيه ومطلوبه وكل حاجه يعني. وبعدين انا ما فشلتش، كل الحكايه ان المسارح في مصر قليله، عددها قليل جدا، ما تقدريش ابدا تلاقي مسرح بسهوله يعني. يعني عارفه ازاي؟ فكنت مأجراه لفتره معينه وما قدرتش اكمل لان في ناس تانية اجروه، فهعمل ايه يعني؟ اعرف في الشارع. لا دي لا مش صح، لان اسرتي ما كانتش تتمنى ان ابقى دكتوره ولا حاجه. ما اعرفش ده، ما اظنش انه على لساني ده. انا اسرتي كانت تتمنى ان ابقى ست بيت ومخلفه عيال وحاجات كده طبيعيه قوي قوي. بس فطبعا الفن انا بحبه ودي اقدار، يعني حياه الانسان بتبقى اقدار، يعني ربنا اللي رسمها. انا طبعا تعرضت، بس يعني هو ربنا اداني عقل شويه، ما كنتش بقف كتير عند الحاجات دي. يعني كان شغلي واخدني كتير وطموحاتي واخداني ومركزه قوي في شغلي، فما كنتش بلتفت للاشياء دي. والحمد لله ان ربنا برضو قدر ما يخليش الاشياء دي تاثر على مشواري قوي يعني.
جدا، ما التفت لهاش يعني. انما ده شيء طبيعي لما بيطلع موهبه جديده ويكون فيها شيء، لازم طبعا بيبقى شويه والا ما تبقاش جيده يعني. ده شيء طبيعي في اي مجال مش في الفن بس. هو نمسك الاول السؤال، طبعا لازم الفن ما ينفصلش عن المجتمع لان هو اللي بيعبر عن المجتمع. فلازم طبعا تبقى المشاكل والافراح والازمات، وده لازم طبعا يطرح ويناقش، واذا كان بيقدم حلول المفروض يقدمها. فهماني؟ ما اعرفش، انا من وجهه نظري مش منفصلين يعني عن بعضهم. انا قدمت بعض اعمال ليا بتناقش دهوت، بس انا دايما اللي بيشغلني اكتر قضايا المرأة. يعني قضايا يعني انا نفسي قوي دايما اقدم قضايا المراه ومشاكلها وحلولها وكده يعني. ده جوايا يعني، ده جوايا اللي بسعى له. قدمت بعض انماط طبعا، الست الطموحه، الست الشخصيه القويه اللي بتواجه الناس، اللي المسيطره كده يعني. قدمته طبعا. ده اللون ده بيعجبني قوي، قريب مني على المسرح وفي اي مجال يعني. انا لذيذ يعني، تهمني قضيه المراه يعني.